ونحن في إطار حديثنا عن الزواج نود أن نعرف الفائدة للعملية الجنسية بالنسبة للرجل والمرأة. العملية الجنسية بين الزوجين لها أهميتها في تسكين الشهوة وصيانتها عن الحرام، وفي تقوية الحب بينهما، وفي إنجاب الذرية، ولها آداب تحدث عنها العلماء وجاء بعضها في الدين، فلا يجوز حرمان الرجل منها بنشوز زوجته، فإن غضبه عليها بسبب ذلك يوجب السخط، كما لا يجوز حرمان زوجته منها بمدة قد تفكر فيها في وسيلة غير مشروعة لتحقيقها، فقد حرم الإسلام عليه الإيلاء بعدم قربان زوجته أكثر من 4 أشهر، إلى جانب تشريعات أخرى تبين أهمية العملية الجنسية في حياة الرجل والمرأة، وتجني بهما أخطارا صحية وخلقية واجتماعية، وعلى الرغم من أنها شهوة رفع الإسلام قدرها فجعلها قربة من القربات لها ثوابها عند الله. ففي حديث رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، أي لكم ثواب على هذه العملية. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ثم يكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إن الموضوع طويل وله مكان آخر، والله أعلم.